اليوم وزعنا جوائز النسخة 11 على التوالي من جوائز يحيى والحامدون في الرياضيات والمعلوماتية. الحفل كان تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجهة المكشوف. الجوائز تعطي انطباعا جيدا عن بعض مستويات الطلاب في بعض المستويات العلمية، وتعطي أيضا رسائل يجب الانتباه إليها في بعض التخصصات الأخرى. أعتقد أننا نحتاج إلى التركيز على تلك الرسائل الخفية التي تبعثها الجوائز التي حجبت مثلا في مجالات محددة. هذا النشاط ليس كل ومجمل ما تقوم به جمعية ترقية الرياضيات. جمعية ترقية الرياضيات تقوم بأنشطة أخرى، منها سلسلة المحاضرات للعموم للجمهور مثلا غير المتخصصين في ثقافة الرياضيات والمعلوماتية. قبل يومين نظمنا محاضرة في مركز جهة المكشوف الثقافي حول تاريخ الأعداد العربية ضمن أسبوع اللغة العربية. سننظم في قابل الأيام محاضرات أخرى مختلفة في مؤسسات التعليم العالي، ونريد أن نصل في المراحل المقبلة إلى الطلاب في الولايات في داخل البلاد. وتتيح لنا هذه الجائزة التعرف على مستوى التلاميذ بصفة عامة والمتميزين منهم بشكل خاص، وأيضا تتيح للجمعية شراكة دولية، لأن هناك لجان بالخصوص لجنة علمية مقيمة على ذلك، وتتكون من أساتذة موريتانيين في الرياضيات مقيمين في الخارج، ويعني هم الذين يقومون بالتصحيح